أهلا بكم مشاهدينا إلى أولى نشراتنا الإخبارية، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. البوليزاريو تعلن تصعيد كفاحها المسلح ضد الاحتلال المغربي حتى تقرير مصير الشعب الصحراوي. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة. موجة تضامن فلسطينية واسعة مع حماس ودعوات لتنهي لندن عن خططها لحظر الحركة. ونتابع أيضا قلق إسباني من ترسيم السلطات المغربية اتفاقا للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الصحراوية المحتلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، أعلن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أن جبهة البوليساريو قررت تصعيد الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي لفرض سيطرتها على كل أراضي الصحراء الغربية، خطوة تريد من خلالها الجبهة بحسب مراقبين إجبار نظام المخزن على القبول بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. جبهة البوليساريو تعلن تصعيد الحرب ضد الاحتلال المغربي لفرض السيطرة على الأراضي الصحراوية المحتلة وتحقيق الهدف الممثل في استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي. جبهة البوليساريو أكدت على لسان زعيمها إبراهيم غالي أن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة، في مقدمتها الكفاح المسلح، خطوة يراها متابعون للشأن الصحراوي أنها بداية لمرحلة جديدة يراد من خلالها إنهاء الاحتلال غير الشرعي والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يمارسها نظام المخزن في الأراضي الصحراوية. وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر الفارط إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بعد خرق المغرب للاتفاق في عملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين في منطقة الجرجرات. وربما كان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي وصفته البوليساريو بالمتحيز للطرف المغربي سبباً في قرار التصعيد الذي أعلنت عنها، مواقف أممية يراها مراقبون على أنها تفتقد للمسؤولية والتبصر وتزيد من عمق الأزمة وعدم الاستقرار في المنطقة. أمام استمرار التعنت المغربي للقرارات الدولية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، تصر البوليساريو على التصعيد العسكري ضد المخزن في مؤشر يوحي برأي مراقبين بدخول الحرب فصلاً جديداً ينبئ بقرب المعارك الكبرى بين الجانبين. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس السعيد قبل 4 أشهر. وجاء موقف الاتحاد بعد تصريحات الرئيس قيس السعيد قال فيها إنه بصدد ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. في ليبيا بدأت ملامح الخارطة الانتخابية تتضح، خاصة مع إيداع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ملف ترشحه، في وقت تبرز تساؤلات حول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة من عدمه. 48 ساعة فقط تفصل الراغبين في الترشح لرئاسية ليبيا عن فرصة التواجد في المعترك الانتخابي من عدمه. هنا بالمفوضية العليا للانتخابات تحصي الهيئة أكثر من 23 مترشحا لحد الآن، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي سلم أوراق ترشحه السبت لمكتب الهيئة بمدينة بنغازي، رافعا مبدأ الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة، مشددا في السياق على ضرورة أن يحترم نتائجها الجميع. وإذا كانت ملامح الخارطة الانتخابية للرئاسيات قد تجلت بشكل كبير، فإن الأنظار تتجه صوب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة
الذي لم يفصل بعد في مصير مشاركته كمترشح رئاسي فحسب، بل واصل انتقاداته اللاذعة لقانون الانتخابات، متمسكا خلال تصريحات له السبت بفكرة أن القانون مفصل على مقاس أشخاص بعينهم لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم في ظل وجود طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين. يقول دبيبة: تصريحات وتثير بعض المخاوف من تصاعد الجدل حول الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات في ليبيا، ومع ما يثيره ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر من خلاف، إلا أن توافقاً بارزاً يصب في اتجاه دعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيداً عن أي ضغوط، مقابل تلويح دولي بتسليط عقوبات على أي محاولة لعرقلة المسار الانتخابي. في خبر آخر، تجمع المئات من متظاهري سترة الصفراء في باريس بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع حركتهم الاحتجاجية. المتظاهرون رفعوا لافتات تذكر بمطالبهم المتجددة التي رفعت في 2018 منتقدين السياسة الصحية ونظام المعاشات والضرائب، فضلا عن شعارات أخرى رافضة لجواز التلقيح والإجراءات المصاحبة لتفشي فيروس كورونا. وفي شأن آخر، طلبت فصائل فلسطينية البرلمان البريطاني بإسقاط قرار الحكومة تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية وعدم تمريره، كما توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالقرار. الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنظيم فعاليات وطنية ومؤتمر شعبي خلال الأيام القادمة لرفض وإدانة القرار البريطاني، ودعت خلال مؤتمر صحفي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأحرار العالم لرفض هذا القرار. الحصار الممارس على غزة بفلسطين المحتلة يخرج عن حيزه الجغرافي إلى حصار من نوع آخر، يراد منه كبح حق الشعوب في تقرير مصيرها والنضال من أجل حريتها. ردود فعل واسعة رفضت القرار البريطاني المنتظر أن يصوت عليه البرلمان في قادم الأيام، ودعت إلى ضرورة سحبه فوراً. شعبنا الفلسطيني بكافة قواه ومؤسساته موحد في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة إرهابية، ونعتبره توطئة وضوءا أخضر لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني. الانحياز البريطاني الصارخ للمحتل ليس بالجديد، فقدم المحتل على أرض فلسطين وضعت عنوة وبدفع من قوى دولية تساهم الآن في تكريس الأمر الواقع ووأد كل محاولة للانعتاق من المحتل. الإرهاب ها هنا على الشاشات وفي مدن فلسطين وبين أحيائها، الإرهاب في قتل 15 طفلاً بدم بارد واعتقال 1149 آخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني. فهل هو إرهاب حسبهم؟ ومتى يحاسب هؤلاء؟ اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بالتصعيد وتهديد الاستقرار الإقليمي وانتهاك حرية الملاحة الدولية في بحر جنوب الصين، وذلك بعد مهاجمة حرس الحدود الصيني سفنا فلبينية، في حين تقول بكين إنها تصرفت بشكل قانوني لحماية سيادتها. نذر أزمة جديدة تطفو على السطح بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، عنوانها صراع النفوذ والسيادة على ممرات وجزر مترامية على المحيط الهادي والمحيط الهندي. يتجدد التوتر بين بكين وواشنطن على أمواج بحر الصين الجنوبية إثر استهداف الصين قوارب إمدادات تابعة لسلاح البحرية الفلبينية كانت في طريقها إلى جزيرة سبراتلية المتنازع عليها بين البلدين. لن تكتفي بلعب دور المتفرج على انتهاكات الصين، تقول الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت وقوفها إلى جانب الحليف الفلبيني،
المتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال إن رد بلاده سيكون صارما إذا تكرر هذا التصعيد الذي يهدد السلم والاستقرار الأمنيين، مضيفا أن الخطوة الصينية تؤدي إلى تصاعد التوتر وانتهاك حرية الملاحة في بحر جنوب الصين على حد تعبير برايس. وفيما تعتبر الصين أن ما قامت به حماية لسيادتها على ممرات تسللت إليها السفن الفلبينية من دون موافقة بكين، قاذفات صواريخ صينية روسية تنفذ دوريات مشتركة فوق اليابان وبحر شرق الصين في مهمة قالت عنها موسكو إنها تندرج ضمن دعم قدرات البلدين لحفظ الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة. استقرار بات مهدداً بتصعيد بين الصين وحلفائها من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة أخرى، وقد يشعل فتيل أزمة في منطقة تشهد تسابقاً بين القوى العالمية للسيطرة على مزيد من الجزر والممرات الاستراتيجية في المحيطين الهادي والهندي. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا، وأكد بلينكين للصحفيين خلال زيارة قادته إلى السنغال ضمن جولته الإفريقية، قال إن بلاده تواصل الضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا دون شروط مسبقة. أخلت قوات حرس الحدود البيلاروسية مخيماً للمهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا، وقال متحدث باسم حرس الحدود في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه لن يتم السماح للمهاجرين بالتواجد في الشريط الأخضر الممتد على طول التحصينات الحدودية لبولندا، فيما تتهم الأخيرة بيلاروسيا بمساعدة اللاجئين على عبور الحدود باعتماد وسائل جديدة. في المقابل نفت بيلاروسيا هذه الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه استقبال المهاجرين. في الشأن الاقتصادي، أنهت أسعار النفط تداولاتها الأسبوعية على خسارة تعد الأثقل منذ 4 أسابيع لتصل لأدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضي، تراجع مدعوم بعودة المخاوف في الأسواق من ارتفاع تعداد المصابين بفيروس كورونا وإقرار بعض الحكومات فرض الإغلاق الشامل لكبح تفشي الجائحة. تحت ضغط تهديدات عودة العالم للشلل الاقتصادي في ظل زحف الموجة الجديدة لفيروس كورونا، تترنح أسعار الذهب الأسود منهية تداولات أسبوعية متقلبة على وقع خسارة في المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وضع وبائي هش أعاد سيناريوهات فرض الإغلاق الشامل للواجهة بشروع أولى الدول الأوروبية على غرار النمسا في تطبيق إجراءات العزل العام، خيار جذري بتبعات اقتصادية باهظة وتداعيات محتملة على أسواق النفط التي تهدد بنزف انتعاش أسعار النفط على خلفية عودة تخمة المعروض للسوق بتوقف عجلة نشاط الاقتصاد العالمي. مخاوف خيمت سريعا على أسواق النفط العالمية بتراجع سعر خام برنت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضي، بفقدان مزيج بحر الشمال نحو 4% من قيمتها في تداولات الجمعة لتصل إلى 78.39 دولارا للبرميل، في حين تم تداول خام تكساس الوسيط للقياس الأمريكي عند 76 دولارا للبرميل بخسارة تجاوزت أكثر من 3%، ما يعادل 4 دولارات في جلسة تداول واحدة. تهديدات تتزامن مع مساعي كبريات اقتصاديات العالم لسحب مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة في تحرك منسق تقوده واشنطن ضمن محاولة إدارة بايدن احتواء الارتفاع القياسي في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. رسمت السلطات المغربية اتفاقا ثلاثيا يسمح لشركات قطرية وإيطالية بمباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبلة السواحل الصحراوية المحتلة، خطوة وصفتها الصحافة في مدريد بالمقلقة بالنظر لقربها من مناطق محاذية لجزر تحت السيادة الإسبانية في المحيط الأطلسي.
تحت شعار النفط مهما كان الثمن، رسم الاحتلال المغربي لاتفاقية ثنائية بشراكة قطرية تمكن الأطراف الثلاثة الموقعة على العقد إلى جانب إيني الإيطالية من مباشرة أشغال التنقيب عن المحروقات قبالة سواحل منطقة طرفاية المحتلة. الحوض الواقع بشمال الصحراء الغربية يمتد على مساحة إجمالية تقارب 24 ألف كيلومتر مربع، ويتيح العقد المبرم في 2019 الأطراف الثلاثة بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياطات النفطية والغازية الكامنة في المنطقة المصنفة من طرف الأمم المتحدة كمساحة متنازع عليها وغير قابلة للتصرف فيها من أي طرف. غير أن الاحتلال المغربي أراد أسلوب التعنت ومناهضة الشرعية الدولية ضمن حملته المتواصلة في نهب الثروات الباطنية ومقدرات الصحراويين، شهر عن إلغاء اتفاقية الشراكة للصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة. خرق الرباط للأعراف الدولية في تنفيذ عقد التنقيب عن النفط على الشريط الساحلي الصحراوي لا تتوقف هنا، بل أججت من الخلافات المغربية الإسبانية كون المنطقة المعنية بأعمال الاستكشاف تقع قبالة جزر تتمتع بالسيادة المباشرة لمدريد، ما يعمق من فجوة التباين في مواقف البلدين التي لا تزال تعيش على ارتدادات لجوء الرباط لاستغلال ورقة المهاجرين في ابتزاز جارتها الشمالية في مسعى لتليين موقف مدريد بشأن الملف الصحراوي. وفي أخبار الرياضة، تعود المجلة الفرنسية فرانس فوتبول يوم 29 من الشهر الجاري بعرسها الشهير. ترقب كبير يسود العالم بأسره لمعرفة اسم المتوج بالطبعة الجديدة، خاصة بعد التسريبات التي أسالت الكثير من الحبر. عيد عودة لمعان معدن الكرة الذهبية اقترب من عاصمة الجن والملائكة باريس، محتضنة الموعد البارز كل عام تحت سقف مسرح الشاتلي الذي اشتاقت خشبته لقرع أقدام المتوج وبطل السهرة الكبيرة. بعد أن حجبت المجلة الشهيرة فرانس فوتبول طبعة الموسم المنصرم في سابقة هي الأولى لها منذ 56,900,000 بسبب تداعيات فيروس كورونا وانعدام المعايير الكافية للفصل بعدل بين المرشحين للتتويج. المعدن النفيس الناصع الذي سيأفل من جديد في ليلة 29 من الشهر الحالي بباريس والعالم أجمع يغازله لاعبون من طينة الكبار في صورة ليفاندوفسكي، بنزيما وليونيل ميسي، وقائمة أخرى تطول لتشمل 30 اسما، وباختلاف الأسامي الجنسيات والنوادي يشترك الكل في نظرة الغزل للمجسم الذهبي وأغلى الألقاب الفردية التي يمكن التتويج بها. أيام قليلة تفصلنا عن معرفة هوية المتوج بالكرة الذهبية وإماطة اللثام عن التجاذبات الحاصلة بسبب تسريبات نفتها المجلة المعنية حول تتويج ليفاندوفسكي. فهل ستشهد سهرة الأحلام عريسا جديدا أو اسما اعتياديا؟ أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة فوز مصر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 بعد منافسة قوية مع كل من إسبانيا وأمريكا والبرازيل. وجاء في بيان رسمي من الهيئة المصرية أن النسخة القادمة ستكون علامة فارقة في تاريخ المنافسة التي بدأت قبل 56 عاما والتي ستقام شهر فبراير 2022 في القاهرة ولأول مرة في إفريقيا، وستنطلق البطولة يوم 11 فبراير من السنة المقبلة في مدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة. ونختم بالشأن الثقافي، تحت في تونس نهاية الشهر الحالي بالأدب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أيام ستكون مفتوحة لرصد أهم الأعمال الروائية التي تعبر عن المعاناة المريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. تحولات الرواية الفلسطينية، عنوان تظاهرة في تونس منظمة من قبل بيت الرواية، حيث ستقام فعاليات التظاهرة في 25 من شهر نوفمبر الجاري لتدوم مدة 3 أيام، وتهدف إلى رصد أهم التغيرات الحاصلة في أشكال ومضامين الرواية
وكذا الواقع الذي تعرفه. سيلتقي خلال التظاهرة نقاد وكتاب من تونس وفلسطين، لأن الرواية هي الملاذ الأفضل للكتاب الفلسطينيين للحفاظ على ذاكرتهم الجماعية وحماية تراثهم من الاندثار. يخوض الأدب الفلسطيني حرباً لاستعادة الذاكرة والتاريخ وترسيخه في نفوس الأجيال الصاعدة وتقديمه للقراء حول العالم في قالب فني جميل يستحسنه القراء ويفهمون حقيقة ما يحدث في فلسطين. تتخلل تظاهرة ندوة محورها الرواية الفلسطينية والمعتقل، والتي سينشطها نقاد وكتاب سيقدمون عصارة تجاربهم في تأريخ الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيون منذ فقدان أرضهم عام 1948. نهاية النشرة. متابعة طيبة مع باقي البرامج. إلى اللقاء.